الفرموخ ام ابيض وازرق والابو كريست اصل العمر تقريبا 10 ايام. طبعا انا بحب استخدم العود في الاكل احسن ما استخدم الابرة، لانه العصفور هيك بحسه يشبع اكثر. طبعا كل ما كبر العصفور والفرخ بكون مريح صدق في الزاك وفي الاطعام. بسم الله. النتاية الثانية بسم الله ما شاء الله. طبعا هي طعم الفروخ ولكن احلى بزيادة. طبعا هذا الأم عجينة كريست، الأب عجينة كريست، والصلاة على النبي. بسم الله. الأم هنا عجينة لوكشير، والأب هذا من قبل تشوال على ذكر، على ذكر بلدي محسن. طبعا كل ما كبر الفرخ كل ما صار عملية الإطعام اليدوي أسهل. مشكلة إنه لما يكون عدد كبير من الفروخ وكل بيضة تفقس يوم، تلاقي الفرخ الكبير فرق عن الفرخ الصغير في العمر وفي الحجم، فممكن هذا يسبب له وفاة بعض الفروخ الصغار. عشان هيك الواحد لما يجي طعمي يركز بزيادة على الفروخ اللي حجمها صغير. يلا بزيادة شوية بزيادة شبع شبع. هذا جعان. ايوه خلاص كفي. هذه الثانية بسم الله الرحمن الرحيم نفس الفكرة، فروخ كبار فقست في الأول، بعد 4 أيام فقس الفرخ في الأخير. فهان بدنا نكون ماخذين بالنا طعام الفروخ الأصغر عمرا والأصغر حجما.
لسيارة. يعني الفرق الكبير بكون نشيط. وهذا حلويات الخوخي. طبعا اللون على الكاميرا مش زي اللون في الحقيقة، اللون غامق. وهان فروخ مفطومة جديد مع الأرض. خوخي لكن ما نقول عندها حبة ما شاء الله. كريست بندوق كريست ان شاء الله ربنا يرزقنا ويرزقكم. الأب الأم ان شاء الله ربنا يرزقنا ويرزقكم ويرزق الخير. الأب الأم الأم البيضة
بعدين في الأم هنا نلقاكم على فيديو جديد إن شاء الله. السلام عليكم.